السلام عليكم، معي عش محمد عبد الكبير، حداده الفنيه، صانع تقليدي. بالنسبه للمعرض مزوين، تنظيم هائل. بالنسبه لزياره السيد الوالي والمسؤولين، هادشي كيشرف. وتنبغيو هادشي ديال الصناعه ديال حداده الفنيه تنعلموها للوليدات، تنديروا التدرج المهني في حي تكون التدرج المهني المصلى. الوليدات تنعلموا هاد الحرفه اللي بدات كتنقرض، الحرفه ديال البلدي القديم. انه دابا الشباك هذا هو تيتجمع بلا سدور، هذا تيتجمع بلا سدور بلدي. تنثقبوا هذا الشيء بالسخون، ان دابا ما يمكنناش نشعلوا العافيه، انا راك عارف المعرض وداك الشيء السلامه. وتنديروا هذا الشيء هذا، تنعلموا للوليدات باش هذا النص العادي ما تنقارش. والمعرض هذا النهار الاول ديالو مازال ان شاء الله الافتتاح، ومازال يكون الخير لقدام. وشكرا.